افتتح الأمين العام لوزارة الصحة العامة دكتور حامد جبر أعمال الورشة الوثائقية حول طلب الدعم المالي من قبل البنك العالمي للمجلس الوطني، وذلك بهدف مكافحة الأمراض الثلاث: الإيدز، السل والملاريا. هارون أبو آدم. من أجل دفع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لإقناع البنك العالمي لدعم الأنشطة الصحية بالبلاد، تأتي هذه الورشة التي ستعرض خلال أعمالها الوثائق التي أعدت من قبل خبراء الصحة العامة والناشطين المدنيين في المجال الصحي. وقد أعرب نائب رئيس المجلس الوطني الأعلى لمكافحة الأمراض الثلاثة الإيدز، السل، الملاريا زين العابدين إبراهيم شريف عن امتنانه للجهود التي بذلتها الحكومة وشركائها الفنيين والماليين للرد على طلب المجلس الخاص بتفعيل الأنشطة الرامية إلى مكافحة هذه الأمراض. ووصف هذه الورشة بالهامة، وذلك لعرض الوثائق وتحليلها والمصادقة عليها. كما أبدأ أمله في أن تحظى الورشة بمساهمات بناءة من المشاركين. افتتح أعمال الورشة الأمين العام لوزارة الصحة العامة الدكتور حامد جبر، هو الآخر قال إن هذه الخطوة جاءت بعد عمل هام قامت به الوزارة عبر خريطة طريق سمحت للوزارة بالتوقيع على اتفاقيات مع البنك العالمي لتمويل برامج مكافحة الأمراض الثلاث. الطلب قدمناه في شهر 3 عام 2017 عن الملاريا ده، الطلب ده يعني خلاص لقينا اتفاقية فوقها من الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض، والورشة دي وسعناها للكل عشان نلقوا اتفاقية وطنية واشتراك وطني لندوا رأي وطني لمكافحة الأمراض المعدية وفي بلدنا. نسبة الإيدز نقصناها بنص في الأنكيت، ده مرحلة كبيرة تحقيقات يعني، وعشان ده الصندوق العالمي لمكافحة المرض وافق لنا فوق في التومين. بعدين البوليو كسيناها من البلد، ده كله الناس شايفين لأن عندنا سياسة وماشي، بلدنا كبيرة والاحتياجات كثيرة ما كلها غطيناها يعني. إن تطبيق سياسة الحكومة الرامية إلى تقديم خدمات صحية ذات نوعية وتقليص الوفيات بسبب انعدام الرعاية الصحية يتطلب رفع حجم الدعم المالي وتعبئة الموارد للحد من الأمراض التي تفتك بحياة المواطنين. شارك مؤخرا نائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية إنقاذ زكريا محمد صالح في أعمال المجلس الأفريقي للأحزاب السياسية الذي انعقد في الخرطوم خلال الفترة ما بين 19 وإلى 20 من أغسطس الجاري بالخرطوم. سعيد أحمد. المجلس الإفريقي للأحزاب السياسية الإفريقية بالخرطوم الذي انعقد من 19 حتى 20 من أغسطس الجاري جمع أكثر من 40 ممثلا وممثلة لأحزاب سياسية من 25 دولة إفريقية، وكان ضمن هذه الأحزاب حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الذي مثله هناك كل من رئيسة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ مريم أحمد جميل وإدريس عبد الله كلكلا رئيس شباب الام بي اس. وكانت مشاركة الحركة الوطنية للإنقاذ أخذت محورين، الأول من نصيب الأمين العام النائب زكريا محمد صالح تناول فيه أهمية المشاركة في التنمية الإفريقية وإحلال السلام الإفريقي، أما المحور الثاني تناولت فيه رئيسة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ مريم أحمد جميل المشاكل التي تعانيها المرأة الإفريقية وسبل الحد منها. واستمرت المداخلات والمناقشات طيلة 48 ساعة، خرجت بانتخاب السيدة رمادو تيجاني ممثلة حزب APC من دولة نيجيريا الفيدرالية كرئيسة للمجلس الإفريقي للأحزاب السياسية الأفريقية. قام فريق من التلفزيون الوطني بزيارة لمقر الهيئة الوطنية للامتحانات بهدف التعرف عن قرب لعمليات الإحصاء العام للموظفين بالقطاعات العامة، حيث العملية تحتاج إلى توثيق الشهادة الثانوية والدبلوم الذي بموجبه تم التوظيف لكل موظف على حدة. محمود موسى الفيل كان ضمن الطاقم الصحفي. إن إصلاح مؤسسات الدولة أمر تسعى إليه الحكومة عبر المفتشية العامة للدولة التابعة لرئاسة الجمهورية، وهي التي تعنى بتفتيش وإصلاح جميع القطاعات بالبلاد بغية تحقيق الأهداف المنشودة التي تدفع عجلة التنمية والتقدم. وفي ذات السياق
جاءت عملية الإحصاء العام لجميع الموظفين بالدولة، وذلك بهدف معرفة عدد الموظفين في الوظيفة العامة، إلى جانب التعرف على عدد من التحقوا بالوظيفة العامة بشهادات مزورة، مما جعل الحكومة في الآونة الأخيرة تقوم بهذه العملية. وفي مقر الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا أونكس، يلاحظ أن الموظفين وخاصة منسوبي وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة احتشدوا بمقر الهيئة الوطنية لتوثيق مستنداتهم التي تم توظيفهم بها، فرغم حرارة الشمس وطول طوابير الصفوف الانتظار إلا أنهم تحملوا المشاق لإكمال هذه الإجراءات، وذلك عبر واحد تلو الآخر. جيت أسباب عشان يفريفي لي البكالوريا، وبريفيكاسيو هنا البكالوريا ده يعني شيء ممتاز وشيء جيد. جينا في الجيشي يشيلوا الباك حقك والدبلوم العالي اللي عندك، يشيلوا كله يبريفي سوا، بعد ده يشوفوك كيف، يدوك الأوكي، بعد ده تمشي قدام يقول لك بعد يومين ثلاثة تجي وتشيل الدبلومانك. وعن سير هذه العملية أكد المدير العام للهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا أونكس البروفيسور بكري أبو. كم نادم زول ديبوزي مش اللينجي ده يشيل المركريج يعني يومين أول لا يوم وايد حصل لا يومين. طب مشاكل وايكي ما إنجنا في بس شيء وايد نقول له شهادات أنا مدرسين كل واجد ما أجي. حصل لقينا بكالوريا مدرس بس عنده شهادة ما أجي ما يبقى. مدرس بس عنده فوبك يعني وش عند فوبك ويجي قري في يونيفرسيتي أو في ليسي يبقى كيف ما يبقى. كما أضاف بكري أن توثيق المستندات أمر ضروري وواجب لكل شخص يحمل الشهادة الثانوية أو الجامعية أو ما فوقها، طالبا من الجهات المعنية بالتعليم التحلي بروح المسؤولية والجدية في العمل لأجل إعداد جيل الغد الذي سيكون كادرا ومستقبلا للوطن. مباراتنا دولة إدارية الدلوة أنينا نتلف ما يبقى خيجي ما رحصة حكومة جاي سيرة هو ده كما سوينا قدام مشاكل إمرجانزا ما يبقى إلا كم حصة نتوائي أجل قبل عشان هيدي من الحصة حكومة بارا فوقنا ده ما نخلوها واجب ناونوها حكومة كم حصة ما أولنادا ناونوها متى ناسا لسا جاي سوهارك وكيلو لكلو نعرفهم شهادة أنا ما أجل يجر جاي 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 يجر بكاوا يبرجلو ناس تيقاجين في نظام وكي يبرجلو كلو نعرفهم أنا سيا يجي وريا فكر فلان ده ترى شهادة جماجل قلت أنا ما غني تاردو ناس المين لكن الجالة وتنتفكاشو أنا اللي جينا نكرم هذا. وستتواصل عملية الإحصاء هذه لتشمل جميع الوزارات والمؤسسات ذات الطابع الحكومي، وذلك للضبط العملي وتطهير المؤسسات العامة رغبة من الحكومة في الوصول إلى الشفافية وتسيير الموارد المالية بشكل أفضل.